السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات، مادة الجبر والإحصاء، المنهج المصري للصف الأول الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2019-2020، معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في المراجعة الخامسة، المراجعة العامة، ودي المراجعة رقم 5 من حل امتحانات المحافظات في كتاب المعاصر. نبدأ كده على بركة الله عشان ما نضيعش وقت. السؤال الأولاني بيقول لي أكمل ما يأتي: احتمال الحدث المؤكد يساوي 1، جذر 64 جذر 64 زائد 36. طبعا ممكن حد يغلط ويقول لي جذر ال 64 8 وجذر ال 36 6، أجمع 8 على ال 6 يدينا 14. غلط. ليه؟ لأن هنا علامة الجمع، يبقى لازم اجمع الاول. يبقى انا عندي هنا يساوي جذر 100 وجذر 100 يساوي العشرة، يبقى هنا جذر 110. 2 على 5 هنا اس سالب، قلنا احول الاس السالب ان انا بشقلب الكسر، يبقى هيدينا 5 على 2 اس 2 ربع، يبقى 25 على الاربعة، يعني هيديني 25 على الأربعة. ولذا كان 49 من 10,000 ولا 100,000، دي 100,000، 1 2 3 4 5، 100,000 يساوي كذا، فإن النون دي طبعا بتتكرر كتير جدا، الحدث المؤكد والسؤال ده، يعني كل الأسئلة بتتكرر في جميع المحافظات. فأنا همشي بقى 49، عندي 3 أصفار، أنا عايز الفصلة شايفين بعد الأربعة. نبدأ نعد بقى، دي 1 2 3 4 كده، بقت 4 و9 من 10، عديت كم مرة؟ 4، يبقى سالب 4، يعني النون بسالب 4. هنا ترتيب العمليات، 4 في 3 أس 2 ناقص 20، قلنا الأس في البداية، يبقى 4 في 3 أس 2 ب9 ناقص 20. بعد كده عملية ضرب وعملية طرح، يبقى أنا ببدأ بعملية الضرب، 4 في 9 ب36 ناقص 20، يعني هيديني 16. مظبوط كده ولا ايه؟ مظبوط. طيب السؤال الثاني بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطى: المعكوس الجمعي للعدد ده، يبقى أنا أطلع بره الجذر، يبقى أنا عندي 2 على 3، معكوس الجمعي بغير الإشارة هيبقى -2 على 3، الإجابة رقم ج. إذا كان 5 س يساوي 20، فإن 3 س يساوي، أجيب قيمة السين من هنا الأول، بقسم على 5 هنا وبقسم على 5 هنا، هنا يبقى السين هتساوي 20 على 5، فيها الأربعة، 3 في 4 ب12، يبقى الإجابة رقم ج. س أس 9 في س أس سالب 4، الأساسات واحدة، يعني هيديني س، واجمع بنفس الإشارات، يبقى س 9 ناقص 4، س أس 9 9 ناقص 4 يديني 5، يبقى س أس 5، الإجابة رقم ج. رقم 4 بيقول لي نصف العدد 2 أس 20، نصف يعني نصف العدد 2 أس 20، يعني ده يساوي 2 أس 20 على 2 أس 1، لأن ده في المقام. هنا قسمة الأسس طرحة، يعني هيديني 2 أس 20 ناقص 1، يعني 2 أس كام؟ 2 أس 19، الإجابة رقم ب. 5 بيقول لي العدد الذي يحقق المتباينة، يبقى س ناقص 2 أكبر من 1، السالب 2 دي هنقلها هنا،
هتديني اي سين اكبر من 3، يعني بقى سين اكبر من 1 زائد 2 هيديني سين اكبر من 3. فين العدد اللي اكبر من 3 هنا؟ مفيش غير الاربعة. او ممكن اعوض، يعني 1 ناقص 2 هيديني -1، -1 هل اكبر من 1؟ لا. 2 هيديني 0، هل الصفر اكبر من 1؟ 3، 1، هل الواحد اكبر من 1؟ لا. يبقى مفيش الا الاربعة هي اللي اكبر من الواحد، اللي هيديني قيمة أكبر من 1. طيب سؤال رقم 6 بيقول لي: إذا ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد زوجي. أنا عندي فضاء العينة ده عبارة عن إيه؟ 1 و2 و3 و4 و5 و6. هو عايز الأعداد الزوجية، الأعداد الزوجية 3، يبقى احتمال الأعداد الزوجية عدد زوجي ده هيساوي ايه؟ هيساوي 3 على 6، يعني هيساوي النص. يبقى الإجابة رقم ب. سؤال رقم 3 بيقول لي: اوجد قيمة ما يلي. هنا انا ملاحظ ان كل ضرب بيبقى ديت -3 على 7 أس 0 بـ1 تروح خلاص، تروح في حالة كل ضرب. لو هنا زائد او ناقص لازم اكتب الواحد، لازم اكتب الواحد، انما طالما ضرب واحد في اي حاجة بيدينا العدد نفسه، فالواحد كده ملوش اي قيمة. يبقى بعديها -2 على 5 أس 2، في نطلع الجذور يبقى 5 على الـ2. هنا الأس زوجي يبقى هيطير السالب، يعني 2 على 5 في 5 على الـ2 5 مع 5، والـ2 مع الـ2 هيساوي 1. بيقول لي: اوجد قيمة 24 على 7 ناقص 5 أس 2. هنا لما يديني قوس بأس لازم أجيب ما بداخل القوس الأول، يبقى دي أول خطوة. يبقى 24 على 7 ناقص 5 كام؟ 2، يعني هيديني 2 أس 2. طيب عندي قسمة وأس، يبقى لازم الأس الأول. 24 على الـ4 هيساوي كام؟ هيساوي 6. بيقول لي: 3 أعداد طبيعية متتالية أصغرها سين. يبقى هنا الأصغر يساوي سين، الثاني هيساوي سين زائد الواحد، الثالث هيساوي السين زائد الاتنين. مجموع الأعداد دي كلها 12، يبقى السين زائد سين زائد الواحد زائد السين زائد الاتنين هيساوي 12. نجمع السينات، يبقى انا عندي 3 سينات، يعني 3 سين، وهنا زائد 3 يساوي 12. نطلع 3 ديت، يبقى 3 سين هيساوي 12 ناقص 3، يبقى 3 سين هيساوي 12 ناقص 3 9. أقسم على 3 يمين وشمال، يبقى على 3 مع 3 يبقى السين هتساوي 9 على 3 فيها الـ3، يبقى مجموعة الحل هتساوي كام؟ هتساوي 3. سؤال رقم 4 بيقول لي: اوجد مجموعة حل للمعادلة. المعادلة عندي 2 س ناقص الـ1 هتساوي 5. طلع الواحد بإشارة موجب، يبقى 2 س هتساوي 5 زائد الـ1، 2 س هتساوي 6. أقسم على الـ2 يمين وشمال، الـ2 مع الـ2 يبقى س هيديني 3، يبقى مجموعة الحل هتساوي كام؟ هتساوي 3. هنا الأساس 5، يبقى أنا عندي بسط ومقام. يبقى البسط بجمع الأسس بنفس الإشارات، يبقى زائد 4 سالب 4 زائد 7 وتحت 5 أس 3 زي ما هي، يبقى يساوي 5 أس 3 على الـ5 أس 3. عدد على نفسه هيديني كام؟ هيديني القيمة 1. طيب السؤال رقم 5 بيقول لي: يوجد مجموعة حل المتباينة. 5 س ناقص 8 أكبر من أو يساوي 7. -8 هتروح الناحية التانية، 5 س أكبر من أو يساوي 7 زائد 8، دي راحت بإشارة
هي سالب راحت بإشارة موجب، يبقى 5 س أكبر من أو يساوي 15. هقسم على التلاتة في المتباينة، التلاتة عدد موجب يبقى مش هتتغير حاجة. هقسم على الخمسة، معلش، 5 مع 5 يبقى س أكبر من أو يساوي 15، على 5 فيها التلاتة، يبقى مجموعة الحل التلاتة معايا، واللي أكبر منها يبقى 4 و5 و6 إلى ما لا نهاية. بقى بيقول لي صندوق به 5 كرات بيضاء و4 كرات سوداء و6 حمراء، سحبت كرة واحدة عشوائيا من الصندوق، يبقى أنا عايز فضاء العينة أو عدد فضاء العينة يساوي كام؟ 5 و4 و6، 5 و4 9 و6، يعني 15 كرة. احتمال الكرة سوداء ده بيساوي عدد الأسود، عدد الأسود كام؟ 4، يبقى 4 على 15. احتمال الكرة ليست بيضاء، يعني هشيل الأبيض من العدد كله اللي موجود، الأبيض كام؟ يبقى هنا نقول له عدد الأبيض، عدد الأبيض يساوي كل فضاء العينة ناقص الأبيض، ناقص 5 يعني هيساوي 10، ده عدد غير الأبيض، يعني هيساوي بقى، هيساوي 10 على 15 كلهم على 5 فيها الاتنين، على 5 فيها التلاتة، يعني 2 على 3. يبقى كده أنهينا 5 اختبارات في مادة الجبر، 5 اختبارات في مادة الجبر مهمين جدا جدا، وهناخد مع بعض إن شاء الله في الفترة الجاية 5 اختبارات هندسة، ونبدأ في الصف الثاني الإعدادي قريبا إن شاء الله. أتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.